ظاهرات خاصة بالتيار الشعبي داخل جامعة القاهرة. الناشط محمد عادل خد تصريح من وزارة الداخلية يعمل تظاهرة في ميدان التحرير خروجا من جامعة القاهرة اعتراضا على مقتل طالب كلية الهندسة. اندس طلاب من تنظيم الإخوان داخل التظاهرة في ميدان التحرير وحاولوا نصب القيام داخل ميدان التحرير استغلالا لهذه التظاهرة والدخول إلى ميدان التحرير. هذه الأحداث مع انتهاء أولى استحقاقات خارطة الطريق، ما تتوقع وأنت خلال الفترة القادمة من تحركات الإخوان؟ لا، الإخوان أنا صنفتهم من بدري بحكم خبرتي ومعرفتي ونصيحة لهم. أنا لما بتكلم أتمنى أن العقلاء يفهموا الكلام ويستوعبوه. قسمتهم إلى ثلاث مجموعات في المستقبل يعني. وبدأ هذا المجموعة التي لا تستخدم عقلها كتير وتسمع وتطيع وتثق في الأوامر مهما كانت، زي مثلا ما يقول له قول للدستور لا. طب دي مسؤولية فردية، وانت لازم تنظر في الدستور وتعرف انت بتقول لا ليه واي ليه، وهتحاسب. ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. ففي ناس بتلغي، ودول ممكن يعملوا أي شيء، دول ممكن يعملوا، وخاصة بعد أن تلوثت عقولهم بكلام عاصم عبد الماجد وربعة والناضة. هل يخشى من تكرار هذا السيناريو لما يحصل تصويت شعبي على الدستور في الفترة اللي جاية بعد شهر تقريبا من دلوقتي ولا لا؟ ده سؤال هنطرحه على حضرتك، لكن اسمح لنا بعد الخروج لمتابعة موجز أخبار الساعة مع زميل محمد عبد الله. موجز الأهم من أنباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور مشروع الدستور الجديد بشكل نهائي بعد التوافق على المواد الأربع التي لم تحصل على أغلبية الأصوات المطلوبة. وأعلن عمرو موسى رئيس اللجنة أنه سيتم تسليم مشروع الدستور إلى رئيس الجمهورية عدلي منصور بعد غد الثلاثاء. اليوم وفي هذه اللحظة العاشرة مساء من اليوم الأول من ديسمبر تنتهي كتابة مشروع الوثيقة الدستورية الجديدة. أرجو أن احنا نعد الدستور للعرض عرضه على السيد رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء صباحا إن شاء الله، ثم حنشوف إيه الإجراءات وحنتبع الإجراءات الاحتفالية وغيرها فيما يتعلق بهذه الوثيقة. كانت لجنة الخمسين قد عقدت اجتماعا مغلقا لمناقشة المواد الخلافية الأربعة التي متعلقة بانتخاب مجلس النواب ونسبة العمال والفلاحين ونسب تمثيل الشباب والمسيحيين وذوي الاحتياجات الخاصة في البرلمان المقبل. وتركت لجنة الخمسين للرئيس تحديد مواعيد الانتخابات الرئاسية والتشريعية. يجري انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور. وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور. المؤيد لهذا النص من فضلكم صوتوا. تراجع طلبة تنظيم الإخوان المتظاهرين بمنطقة وسط القاهرة إلى سوق التوفيقية بعد قيام قوات الأمن بتفريقهم بشارع 26 يوليو. وقامت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على طلبة الإخوان الذين خرجوا في مسيرة من جامعة القاهرة باتجاه ميدان التحرير ثم إلى ميدان طلعت حرب قبل أن يصلوا إلى دار القضاء العالي بشارع 26 يوليو، في الوقت الذي قام فيه الطلبة بإطلاق الألعاب النارية على قوات الأمن. وشهد شارع رمسيس حالة من الكر والفر بين الطلبة وقوات الأمن وسط اضطراب في حركة مرور السيارات بعد اضطرار قائد السيارات إلى السير عكس الاتجاه بشارع الجلاء خشية تحطم سياراتهم خلال الاشتباكات الدائرة بين قوات الأمن وطلبة الإخوان.
أعلن النائب العام المستشار هشام بركات أنه يباشر التحقيقات في أحداث عنف جامعة القاهرة التي توفي فيها طالب بكلية الهندسة. وأظهرت التحقيقات أن مجموعة من الطلبة قاموا بإطلاق أعيرة خرطوش على مجموعة أخرى كانت قد اصطفت لعمل حاجز بشري بين المتظاهرين وقوات الأمن لتهدئة الموقف. وأوضحت النيابة العامة في بيان لها أن المجني عليه قد أصيب في صدره وبطنه بطلقات خرطوش 4 ملم في الوقت الذي أكد فيه شهود عيان أن المجني عليه كان يقف وظهره لقوات الأمن. وأضافت النيابة أن قوات الشرطة لا تمتلك أي أسلحة خرطوش عيار 4 ملم فلم تكن تحمل أي أسلحة قاتلة. سمع دوي إطلاق نار بمحيط قسم شرطة الأميرية ودون أن يتضح مصدر إطلاق تلك الأعيرة النارية. وما زال العشرات من الأهالي يحاصرون مقر قسم شرطة الأميرية احتجاجا على مقتل طالب برصاص ضابط شرطة يعمل بالقسم بعد مشاجرة بينهما بسبب حادث سير، وذلك لمحاولة إخراج الضابط في الوقت الذي وصلت بالفعل تعزيزات من الأمن المركزي إلى القسم لتأمينه. وأكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية كلف قيادات مديرية أمن القاهرة بفحص ملابسات الواقعة وإحالتها للنيابة العامة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم التحفظ على الضابط والدفع بتعزيزات أمنية إلى القسم خشية اقتحامه من قبل الأهالي. نهاية الموجز، في أمان الله. الحديث يتواصل مع الدكتور كمال الهباوي نائب رئيس لجنة الخمسين. كنت دكتور تتحدث عن تقسيم الإخوان إلى 3 مستويات. الفئة الأولى اللي قلنا عليها أنه مش هتستخدم عقلها كتير، وفي بنود كده في الإخوان، السمع والطاعة والثقة في القيادة. سيادتك قلت أنها على استعداد أنها تنفذ أي شيء. أكيد. المجموعة الثانية في ظني مجموعة ستتوقف والصورة مضطربة قدامها، وصراع بين العقل والفكر والواقع، ودول ما فيهمش ضرر لأنهم توقفوا، يعني مش كتير، مش كتير، ممكن ما يكونوش كتير. المجموعة التانية تركت وبتترك من الكبار ومن الشباب، لأنه بدأت تضع إيدها على حقائق الأمور، حقائق أخطاء ما بتصلحش، ما فيش كلمة واحدة، بدأت تضع إيديها على أشياء زي كده. يعني لما يقعدوا يسترجعوا بعض الشباب، ده احنا قبل 30 يونيو بيومين ثلاثة كان بيقال لنا إن كل اللي هتقدر تجمعه تمرد 150,000، وكل اللي هينزل الشارع 20,000، وبعدين يرم الملايين دي اللي نزلت، وبعدين يلاقوا انه في انكار، الاخوان قالوا ده فوتوشوب. بالظبط. فطبعا يعني تاكد في 3/7 مش بس في 30 يونيو، تاكد مره تانية. ففي ناس بتدرس وشايفه ومراقبه الواقع يعني. كان الشريحه الاخيره، اسمح لي دكتور كمال، في توجسات بشانها، يعني ان هم غير راضين عن ممارسات قيادات الجماعه، وحصل انكشاف لكثير من الحقائق بالنسبه لهم، لكن في نفس الوقت يخشى من انهم باقين على انتمائهم وولائهم للجماعه، حتى وان كان هذا الانتماء ولائهم ضمنيا، ولائهم ولائهم للفكره والمشروع. انا مع حضرتك، انما مش للتنظيم، انما الدوله بكل اجهزتها يجب انها تحترم هؤلاء وتقدر الجهد الكبير اللي بذلوه مع نفسهم، وانهم زي ما نقول احنا ده واحد تاب الى الله، فربنا بيقبل توبته. انما مثلا لما واحد يكون ساب الاخوان بقاله 3 سنين حتى قبل الازمه دي، بعدين يفاجئ انه بتطبق عليه اجراءات زي ما يكون لسه في التنظيم، بالتاكيد ده هو واسرته وجيرانه بيغضبوا. صح. يعني لازم نكون واضحين قوي مع بعض. تمام. في معالجه هذا الموضوع الحساس. وانا عندي حالات زي كده. او مثلا الناس تتنها تتهم عمنا والفتوح
رغم موقفه قد نتفق معه ونخلف انما تتتل داير جبوه مرشد وكلام لا اصل له لمن يعرف الحقيقه لا اصل له، لان الاخوان اللي كانوا متسلطين وادوا بالاخوان لكارثه كان خلافهم اصلا مع ابن ابو الفتوح في معاملات وانفتاح. بس هو فندم عفوا في هذه النقطة تحديدا، للبعض بيقول المصالح تتصالح في بعض الأمور فيما يتعلق بالاعتقادات بالاتجاهات السياسية، قد يبدو هناك نوع من التوافقات، ده اللي بيخلي البعض في هذه الأمور ينتقد. عندك حق، إنما لأن أنا أعرف الحقيقة بالضبط يعني أعرف الأطراف كلها فأنا بقول لك كلام متعايش مع كل هذه الأفكار كلام دقيق وعارف. لكن التصرفات في النهاية هي معيار الحكم ولا المخاوف أو الهواجس، يعني لو كان حديثا ليس على وجه التحديد عن دكتور ابراهيم الفتوح، لكن ربما كان هناك تصرفات يعني يمكن في توقيتات محدده اعطت هذا الانطباع. حد من الاخوان مثلا ما يعجبوش اداء الحكومه، انما هو ايضا هاجر الاخوان تمام وهاجر تنظيمهم وهاجر العنف اللي شافه في رابعه وهاجر ان الاخوان هربوا قيادتهم وسابوا الشباب في رابعه. يعني في حاجات ما الشباب بيقولي صح بالمئات كل يومين ويجوشوني. طيب اسمح لي عشان انصحهم يعني هنرجع لهذه النقطة تحديدا، ولكن احنا عايزين نستفيد من وقت سيادتك اكثر فيما يتعلق بالدستور وما الى ذلك. بعض المواد التي اخذت وقت طويل جدا من النقاش حتى داخل لجنة الخمسين وخارج لجنة الخمسين، ما يتعلق بنسبة العمال والفلاحين. رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر كان موجود معنا في استضافة في النيل واكد انه انسحب اعتراضا على الغاء نسبة الخمسين بالمئة العمال والفلاحين. الاستاذ عبد الفتاح النقاشات يا فندم داخل اللجنة كانت ايه في هذا الاطار؟ المناقشات في العمال والفلاحين خدت يمكن 10 ساعات تمام وشهدت صراخا وعويلا ونفذا وكأن يعني الامر ليس له حل. انما لما بتهدأ النفوس وبتطيب ميزة كويسة او احب اقولها للمشاهد انه كل من ارتفع صوته اكتر من اللازم عاد واعتذر عن هذه البادرة داخل لجنة الخمسين داخل اللجنة. كل من صرف وجه واحد بيجي يعتذر له والناس بتسقف وتبقى مبسوط. انما كان هناك اكتر من اقتراح وتصور تمام. كان في اقتراح الاصرار على بقاء المادة كما هي دون تعديل لمدة واحدة تمام نسبة العمال والخمسين في المئة. حضر معنا الوزير المناضل كمال أبو عيطة مع ممثل الفلاحين لمثل هذا الأمر. أنا كنت مسؤول عن الجلسة دي، حوار طويل يعني تمام. جلسة فرعية وكان هناك أنا شخصيا كنت ممكن أوافق على هذا اللي هو نسبة يعني العمال والخمسين.